مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في فتره جديده في استوديو الان للتغطيه المفتوحه. انا دينا زهره، ساكون معكم في هذه الفتره الممتده حتى راس الساعه المقبله. سنخصص هذه الفتره لمناقشه مجموعه من الملفات المحليه والاقليميه بطبيعه الحال. البدايه مصريه فلسطينيه، حيث اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثوابت الراسخه للموقف المصري تجاه القضيه الفلسطينيه، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الفلسطينيين بهدف بلوره رؤيه استراتيجيه لتحقيق السلام العادل والشامل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أعرب أبو مازن عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية. واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إذا مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لمزيد من النقاش ينضم الينا عبر سكايب من القاهره السيد اشرف ابو الهول الكاتب الصحفي. مرحبا بك استاذ اشرف، اهلا بك معنا في هذا النقاش على اكسترا نيوز. يعني يقول الرئيس السيسي انه الهدف بلوره رؤيه استراتيجيه لتحقيق السلام العادل والشامل، في اي اتجاه يمكن ان تذهب هذه الرؤيه الاستراتيجيه استاذ اشرف برايك؟ مصر تؤكد دائما على أن الرؤية الاستراتيجية هي رؤية الحل السلمي، هي رؤية الحل السياسي، هي رؤية التسوية بناء على مبدأ الدولتين، وأن تقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف. أستاذ أشرف هل تسمعني؟ فقد الاتصال بأستاذ أشرف، على أي حال يعني سنحاول الاتصال به مرة أخرى لمناقشة كما ذكرت مشاهدينا الكرام منذ قليل اتصال هاتفي أجري بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. الرئيس السيسي أكد الثوابت الراسخة للموقف الفلسطيني تجاه القضية الفلسطينية واستمرار في التنسيق مع الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية. أيضا خلال الاتصال الهاتفي الاتصال تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. أبو مازن أعرب عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية. على أي حال اتفق الرئيسان خلال هذا الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عاد إلينا مرة أخرى أستاذ أشرف. أستاذ أشرف تسمعني هذه المرة؟ أسمعك. نعم تمام. نعم تفضل أكمل فكرتك لو سمحت. يعني كنت أقول أن الرؤية الاستراتيجية هي الرؤية القائمة على الحل السياسي، الحل السلمي، إقامة الدولتين، يعني حل الدولتين، أن تكون هناك دولة فلسطينية قائمة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف. هذه هي الرؤية التي تتبناها مصر وتتبناها السلطة ويتبناها يعني كافة البلدان العربية ويعملون من أجل تحقيقها، وهي يعني رؤية تعتمد على الاتصالات المكثفة مع دول العالم أجمع ومع منظماته ومع الضغط على الجانب الإسرائيلي من القوى الفاعلة، والأهم من ذلك هو يعني مساعدة الشعب الفلسطيني لتحقيق هذه الرؤية وتعزيز صموده انتظارا للحل بإذن الله. طيب إذا كان هناك يعني هذا التنسيق بين الطرفين من أجل بلورة هذه الرؤية الاستراتيجية كما تقول أستاذ أشرف، إلى أي مدى هذه الرؤية قابلة للتحقق على أرض الواقع الآن؟ يعني إذا رأينا للعالم أجمع سنجد أنه يساند هذه الرؤية. نعم. المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الدول الكبرى، الكل مع حل الدولتين، الكل مع إقامة دولة فلسطينية. ولكن يعني تأتي التعقيدات من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول أن يكسب وقت، أن يغير الأوضاع على الأرض، أن يجلب مزيد من المستوطنين ويقيم مزيد من المستوطنات، حتى إذا ما جاءت اللحظة التي تقام فيها الدولة الفلسطينية يعني تكون يعني على مساحة محدودة وغير
متصلة، ولكن يعني لو نظرنا مؤخرا حدث تطور إيجابي في صالح هذه الرؤية، هو أنه عندما حصل الإسرائيليون على يعني ضوء أخضر لإقامة أو لضم مزيد من المستوطنات، فشلوا في ذلك وفشلوا في ضم مزيد من الأراضي، لأنهم رأوا أن العالم متحد أمامهم وأن أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية وخاصة يعني وادي الأردن وغيره ستؤدي إلى تعقيد الحل وستؤدي إلى ضياع فكرة السلام ربما للأبد. وبالتالي فأعتقد أنه بمزيد من الضغوط ومزيد من التعاون الإقليمي والدولي ومزيد من يعني الانفتاح على العالم ستقام الدولة الفلسطينية إن آجلا أو عاجلا. للقضية الفلسطينية أهمية كبيرة وخاصة للعرب بشكل عام ولمصر بشكل خاص، حتى مع يعني الظروف المحيطة بالنظام الإقليمي العربي والمنطقة العربية، حتى مع فيروس كورونا ربما تكون تراجعت هذه القضية في ترتيب الأولوية لدى البعض، لكن بالنسبة إلى مصر ما زالت هذه القضية يعني لمصر دور تاريخي ثابت مهم جدا بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية. أستاذ أشرف، بالتأكيد يعني فيروس كورونا يعني هو عارض جاء بقي فترة سيبقى فترة لكنه في النهاية سيزول، أما الثوابت الاستراتيجية، ثوابت الأمن القومي، الثوابت يعني حتى الإنسانية لأبناء مصر وأبناء المنطقة جميعها تقول أنه لابد من إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس. وبالتالي مصر لا تغير استراتيجياتها فيما يتعلق بهذه القضية، وستظل تساند الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وستظل تضغط من أجل التسوية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية. وأعتقد أن هذه رؤية ليست يعني تتشاطر فيها مصر مع كافة دول المنطقة تقريبا ومع معظم دول العالم، وقليل هي الدول التي تساند الرؤية الإسرائيلية، لكن الرؤية الإسرائيلية أيضا بها انقسام في الداخل، وهناك صراعات، وهناك يعني حاليا يعني ظهر أن هناك من يرفض الضم لأنه سيؤدي المزيد من المشاكل حتى في الداخل الإسرائيلي. صحيح، يعني هذه الفكرة لا يوجد عليها يعني إجماع أو توافق في الداخل الإسرائيلي. طيب نقطة أخيرة إذا سمحت أستاذ أشرف، يعني اتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف يعني في كل الموضوعات طبعا التي تهم الطرفين. شكل التنسيق والتشاور في هذه المرحلة كيف يبدو بالنسبة لك أستاذ؟ يعني دعيني أذكرك أن التشاور والتنسيق المصري الفلسطيني مستمر، لم يتوقف يوم. صحيح. وصل إلى ذروته في عهد الرئيس السيسي. مصر تساند الفلسطينيين وتساند رؤيتهم وتساند مطالبهم، وهذا التنسيق والتشاور يعني التشاور مستمر والتنسيق مستمر، ولكن الأهم من ذلك هو أننا نعمل من أجل الترويج لكل ما يريده الفلسطينيون، نعمل على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، نعمل على مستوى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والغرب، نعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في حل مشاكله الاقتصادية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي وعن الضغوط الأمريكية التي تمارس عليه. ومصر لم تتوقف لحظة واحدة ولن تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، ونتذكر أن مصر هي أكثر دولة في العالم قدمت يعني تضحيات، شهداء، خسائر مادية، مصابين من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وستظل تؤيد وتساند الشعب الفلسطيني إلى أن يحصل على حقوقه المشروعة. الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.